مساء الخير لكل الساده المشاهدين في مصر وخارج مصر. اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج اكلات وتكات الشيف حسن على قناه الحياه. زي ما عودناكم تقدروا تواصلوا معانا من خلال صفحه قناه الحياه على الفيسبوك او من خلال اي رقم تليفون ارضي على 38-55-0017 من جميع محافظات مصر ومن جميع انحاء العالم لو زودت مفتاح فتح مصر، عشان برضو قعده المراجعه والامتحانات والمدارس والدروس والامتحانات، وفي نفس الوقت الصيف. تعالوا مع بعض نعرف المنيو بتاعنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. المنيو بتاعنا هنعمل مهرجان تواجد المكرونه اللي ولادك بيجيبوها دليفري من بره. هنعمل المكرونه نسلقها ونعملها صلصه ونطلع منها زي ما انت شايفه باللحمه بالفراخ بالسجق بالبصل. يكون احتاري واختاري، الاساس عندي المكرونه تنسلق وصلصه مسبكه صح الصح، وبعد كده الحشوات دي راجعاني. ونجيب الطواجن بتاعتنا اللي هي الفويل في محلات بيع الادوات المنزليه قدامك اهي، ونلمعها بماده دهنيه. خطواتك كده، ادي الطواجن اللي هنعمل فيها عشان عيالك ما يجيبوش من محلات الكشري من بره. اعملي زي ما انت عايز، اعملي بالفراخ باللحمه بالسجق بالبصل، اعمليها بفواكه البحر، اعمليها بالخضار، اعمليها زي ما انت عايزه بالكوسه، كل التفاصيل تقدري تعمليها. هنلمعها كده قدامك اهو بماده دهنيه بالزيت الطواجن بتاعي عشان هسويها في الفرن بعد ما اعمل التكنيك بتاعي. التكنيك بتاعي لازم يكون عندي صلصه متسبكه صح بطعم صح، وبعد كده نشوف التفاصيل. ادي الطواجن بتاعها، تعالوا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا. اول حاجه نعمل الصلصه بتاعتي. الصلصه بتاعتي معلقه زيت ومعلقه زبده، خطواتك اهو قدامك. وبعد كده بصلتين ناعمين، بصلتين ناعمين، حطيت زيت وسمنه، وادي البصل بدبله عشان اعمل احلى شويه صلصه طماطم. وانا بدبله كده مع بعض يبقى الاساس عندي صلصه الطماطم وبعد كده المكرونه القلم المسلوقه، وخطواتك كده كلها قدامك. وبعد كده تعالى كده اهو ندبل البصل في الزيت والسمنه، خطواتك كده كلها قدامك يدبل عندي. وبعد كده ندي الثوم ونشوف التفاصيل. شويه صلصه طماطم اهم حاجه في شويه المكرونه دول، وانت زي ما انت عايز الحشوات دي راجعه لك انت، شوفي ايه تحت ايديكي واعمليه. ادي البصل بقى شفاف في الماده الدهنيه خالص، اروح جايه مدياله فصين توم مكعبات كده، ريحه التوم تطلع عليا، اديله ربع كوبايه صلصه طماطم واحورها عشان ايه اطلع الماده الحافظه اللي موجوده في الصلصه، واقول صباح الفل يا عم ياسر، يا صباح البحر والاسكندرانيه حبايبنا. الله يكرمك يا شيف حسن، ربنا يبارك لك. امين جميعا يا عم ياسر، صباح الفل يا غالي. بشكر حضرتك والله على الاكلات اللي انت بتقدمها لنا. ربنا يخليك يا عم ياسر. بتعمل اكلات جميله، ربنا يبارك لك يا شيف حسن. جميعا يا حبيبي، احنا تحت امر حضرتك يا عم ياسر. عاوز الكشري المصري، طريقه الكشري المصري. حاضر، من عندي قبل العندي، الاسبوع ده حاضر يكون عندك الكشري المصري بتفاصيله وحركاته وتكاته، من عندي قبل العندي يا عم ياسر. صباح الفل، وسلمنا على الاسره الكريمه وكل اسكندرانيه. هفكرك، معلقه زيت ومعلقه سمنه، بصل دبلته، ثوم ربع كوبايه من صلصه طماطم احورها صح كده عشان اعمل الصلصه. التركه بتاع شيف حسن، معلقه سكر ومعلقه خل، بعد كل ده ما يغلي مع بعض احط معلقه السكر ومعلقه الخل مع بعض. يا ترى فصيلك الكيمياء تشتغل بتاع السويت اند ساور، يتبخر الخل ويفضل الطعم بتاع السويت اند ساور جوه الصلصه. اروح زي ما انت شايف كده اتبل ملح وتبل فلفل وتبل بهار وتبل كمان شويه من بابريكا وشويه شطه، خد بالك شويه شطه اهو، واروح حاطه خمس كوبايات عصير طماطم واسيبها تتسبك براحتها خالص. اقلبها تقلبتين، اول ما تغلي اهدي النار عليها، لان ده الاساس في تواجد المكرونه، صلصه الطماطم دي الاساس. واحده واحده كده مع بعض تغلي عندي، اسيبها بقى تتسبك براحتها. بعد ما تغلي بس لازم اهدي النار، انقلها على نار اعلى عشان انا عايز النار هنا، كل تفاصيلك كده قدامك يا جمال. يبقى خطواتك كده عملنا صلصه طماطم على ما تتسبك، تغلي غلوه الاول وبعدين اهدي النار تتسبك. تعالى بقى كده يا ياسر نشوف تفاصيلنا وحركاتنا وتكاتنا. اهم حاجه عندي زي ما اتفقنا شويه الصلصه دول، أول ما تغلي أهدي النار وأسيبها تتسبك صح، لأن هي الأساس عندي في الطواجن كلها.
تمام؟ تعالى بقى يا ياسر نسلق المكرونة. عشان اسلق المكرونة الطاجن بتاعي بياخد نص كيس. شوفي هتعملي كام طاجن وتعملي كل طاجن بياخد نص كيس، بس عشان اسلق مكرونة لازم احط هنا سنة زيت في مية سخنة بتغلي، سنة زيت سنة زيت اهو، وهنا سنة زيت. وزي ما انت شايف سنة زيت وسنة من الملح وسنة من الملح. تمام؟ واقول صباح الفل يا عم زياد. ايوه يا شيخ حسن. وحشني يا زياد. وانت كمان يا شيخ حسن. عامل ايه يا زياد؟ الحمد لله. كله بونو؟ كله بونو. تحت امرك يا زياد. كله بونو. امرني يا زياد. يا شيخ حسن كنت عايز اعرف طريقة ام علي. حاضر، احلى ام علي يا عم زياد هقول لك عليها بتفاصيلها. زي ما انت شايف نزلتها في الميه السخنه اللي بتغلي فيها سنه زيت وسنه ملح، واروح جايه كده اهو مقلبها تقلبتين، واسيبها 9 دقايق تتسلق عشان تبقى آل دنتي. واقول لزياد على ام علي. ام علي سهله جدا يا زياد. عباره عن ايه يا ام علي يا زياد؟ تقدر تعملها بعجائن الرقائق الهشه اللي هي الايه؟ الفتاش. الفتاش ده اللي بيطلع منه الملفي، موجود بيتباع في السوبر ماركت نص كيلو في الفريزر تحت اسم الرقائق الهش. تجيبه يعمل دوفروست، يحل التجميد، حط دقيق فوق ودقيق تحته، تفرده بسمك نص سنتي، تكرمه، ترش عليه شويه سكر، دخله الفرن يتحمص، ياخد اللون الذهبي الغامق، وبعد كده تكسره في بايركس، تدي له مكسرات، تحط لبن على النار يغلي معاه سكر وفانيليا، لازم اللبن يغلي، تسقي بيه عجينه الفتاج، وبعد ما تسقي وتمام التمام تدي له كريم شانتيه وشويه سكر بودره وتدخله الفرن ياخد جراتان. طب ما عندكش عجينه الفتاج؟ تقدر رقاق ناشف تحمصه بسمنه، او جلاش طري تحمصه بسمنه، او كرواسان بايت تكسره وتحمصه. تحت امرك يا زياد. زي ما انت شايف كده قدامك يا عم ياسر القلم، المكرونه القلم زي ما انت شايف كده يا تفاصيلك. 9 دقايق حسن، 9 دقايق. تعالى بقى هنا نشوف يا عمي الصلصه اهي وهي بتتسبك. يبقى المكرونه بتتسلق، الصلصه بتتسبك، وفي نفس الوقت الطواجن لما احتاجها ماده دهنيه. تعالى نعمل حشوات. نعمل حشو ايه؟ السجق. زي ما انت شايف معلقتين زيت، وقول صباح الفل يا عم هشام. عم هشام. صباح الفل يا عم هشام. انا بكلمك من الفيوم يا باشا. صباح الفل وكل الفايمه حبايبنا الحلوين. شوف تنور الدنيا والله، انا معينه كل حياتك جميله والله. نهارك قشطه يا عم هشام. نهارك فل يا باشا. نهارك قشطه يا غالي. اتفضل يا باشا. تحت امرك يا عم هشام، سلام خاص لاسرتك وكل الفيايمه. الله يخليك. اما حشو اللحمه بعد ما حطيت السجق بتاعي البلدي، حطيته في ايه يا حسن؟ حطيته في ماده دهنيه زيت. اجي هنا للحمه بتاعتي، احط معلقه سمنه واحط عليها بصلتين. معلقه سمنه وبصلتين قدامك اهو. عشان ادبل البصل بتاعي. يبقى هنا السجق عشان اعمل حشو سجق، وهنا اللحمه العصار. وزي ما انت شايف الصلصه بتاثر، كل تفاصيلك قدامك اهو يا ياسر. الصلصه بتاثر، اهم حاجه التاثيره بتاعتها. وهنا البصلايه بتدبل عشان اعمل اللحمه العصاك بتاعتي. كل تفاصيلك قدامك يا ياسر. يا جماله يا جمالك. واحدة واحدة كده، وأقلب أقلب يغير لونه، وأعمل حشوات زي ما أنا عايز. خطواتك كده، هعمل لك باللحمة والسجق، وأعمل لك بالفراخ، وأعمل لك بالبصل، وتقدري تعملي بالخضار أو بالجمبري أو بفاكهة البحر زي ما أنت عايز. كل تفاصيلك، الصلصة أهي، اللحمة العصاجة أهي، السجق أهي، المكرونة في مية سخنة بتغلي فيها سنة ملح وسنة زيت بتستوي. كل التفاصيل كده قدامك يا جمالك، ومكرونه في الميه قدامك اهو بتتسلق يا تفاصيلك. يا ام حماده يا غاليه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا غاليه. اكبر واخلص شيف في العالم. صباح الفل. يبارك في صحتك ويبارك في ولادك ويبارك لك في عملك وحب في خلقه. امين امين يا رب العالمين. أوه. يا غاليه، انا جاي نسردينا بس مجمده اللي هي مثلا طولها كده 10 سنتي ماشي البلد بتاعتنا، ينفع تتملح؟ ينفع ونص المجمده. المجمده تحليها تعملي دوفروست. هي كانت في الفريزر بس دي. خلاص طلعيها حطيها في صينيه وغطيها بكيس بلاستيك وسيبيها تفك التجميد بتاعها في الثلاجه، ما تسيبهاش على الحوض. بعد ما تاكدي ان هي فكت التجميد
تغسلي خياشيمها كويس وتنشفيها كويس قوي وتقلبيها على حاجه عاليه، تحط جواها خله وتثبتيها عشان تنزل كل السائل اللي جواها خالص وتنشف خالص. وبعد كده تعملي لها الملح والكركم والكاري وشويه شطه وتحشي خياشيمها كويس جدا وترش عليها الملح بالخلطه اللي انا قلتها وتلفيها في كيس بلاستيك ورق زبده وكيس بلاستيك والومنيوم فويل قوي وتحطها في مكان ضلمه وكل يوم تغيري الايه القلبه بتاعتها، وبعد 12 يوم 15 يوم ما تنسيش تدعي لي يا ام حماده يا غالي. صباح الفل. تعالى هنا للحشو بتاعنا. عندي السجق اهو خلاص غير لونه، تعالى كده ادي له بصل احمر مكعبات يا جمالك عشان اعمل حشو السجق، وادي له كمان فص توم مكعبات، وادي له قرن فلفل رومي الف فلفل حار حار، وادي له كمان رومي نص قرن فلفل رومي وطماطمايه لحم وشويه بقدونس وشويه ملح شويه فلفل وشويه بهار. ده السجق بتفاصيلك وحركاتك وتكاتك، وقلبه كده يا جمالك، ياخد ويدي مع بعض بالوانه بتفاصيله بحركاته. ارجع هنا اهو اقلب الصلصه تقلبتين وهدي النار خلاص اهي، اهدي النار عشان اعمل احلى شويه صلصه في الدنيا. الصلصه شوف عامله ازاي يا ياسر قدامك اهو، بدات تعمل ايه التقصيره بتاعتها. اما اللحمه بص التفاصيل، ادي اللحمه بتاعتي اهو، اجيب كوبايه لحمه مفرومه احطها على البصله كده اهو، كوبايه لحمه مفرومه احطها على البصله. استاذه دعاء. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا هانم. عامل ايه؟ وحشنا والله العظيم. ربنا يخليك. احنا من اكثر المعجبين بيك، وانا مش مصدقه نفسي من اصلا بكلمك. صباح الفل يا استاذه دعاء، انت منين؟ انا من اسنا مركز. احلى ناس في الدنيا اسنا طبعا، حبايبنا اسنا والهويس والبلد وكله. الله يخليك يا سيد، ايه الاخبار؟ كله بون والحمد لله زي الفل يا استاذتنا، تحت امر حضرتك. بعد اذنك يمكن انا كنت بس عايز اعرف طريقه البسكويت. البسكويت بنوع بايه؟ بالنشادر بالبرتقال بالقرفه زي ما انت بالنشادر. سهل جدا، عشان تعملي بسكويت بتحط نص كيلو من السمنه او الزبده، بس لو هتعملي بالسمنه تحط السمنه في الثلاجه تبرد لمده ليله. هنحط نص كيلو زبده، هنحط عليهم كمان 400 جرام من السكر واسيبهم ينعموا ويبقوا كريمي. انزل عليهم بخمس بيضات واحده واحده وذره فانيليا، اجيب كوبايه لبن ادفيها وادي لها معلقه نشادر واقلبها واسيبها تبرد. بعد ما ضفت انا عندي الخمس بيضات والفانيليا انزل بكوبايه النشادر، اجيب عندي كيلو 600 جرام من الدقيق لو هقطع بالكيس، لو مش هقطع بالكيس ازود كمان كوبايه من الدقيق مع نص معلقه بيكنج باودر، واقطعه على صاج مدهون ماده دهنيه وادخله الفرن على درجه حراره 180 لمده كام؟ 25 دقيقة، وبعد ما يطلع ويبرد نلمه. عندي المكرونة انسلقت. يا تفاصيلك يا عم ياسر. ممنوع المكرونة تروح فين؟ تروح على الحوض تشطفيها. عايزها كده بص، المادة النشوية بتاعتها بتفاصيلها وحركاتها وتكاتها. اطفي ناري. قدامك الحبوب بتاعة المكرونة القلم بتقول لك يا تفاصيلها يا حركاتها يا تكاتها. هو ده التريكات. تعالى بقى نرجع للحشو بتاع السجق. ادي حشو السجق بيقول لك يا تفاصيله، وادي صلصه الطماطم قصرت كل التكنيك قدامك اهو، وادي اللحمه العصاج خدت ودت مع بعض، اروح مديها فص توم معلقه صلصه طماطمايه مبشوره ورقه رورو شويه ملح شويه فلفل شويه بهار لاكتمال عمليه التذوب. كل ده مع بعضه يا عم حسن، كل ده مع بعض عشان اعمل اللحمه العصاج بتاعه الايه طاجن المكرونه بتاعتي. كده تفاصيلك قدامك اهو. هنا عندي ده استوى، تعالى نعمل ايه. اول حاجه عندي اخد اول واحد اعمله بالسجق البلدي. الطاجن جاهز كده يا ياسر، خد بالك اهو، افرش فيه اللي انا دهنته ماده دهنيه زيت، ازود اقلل زي ما انا عايز اهو، واكبسهم كده يا ياسر تحت. بص التفاصيل عليهم كده اهو يا جمالك اهو، اكبسي عليهم عشان اما نحط المكرونه يا جمالك. واحده واحده. وعندي قدامك اهو
وبعد كده المكرونه وكل تفاصيلها. اروح عامله ايه؟ الفراخ. يا ام ايمن يا غاليه، الله يخليك. ازيك يا شيف حسن؟ صباح الفل يا غاليه. الله يخليك. عامله يا ام ايمن؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. وحشانه يا غاليه، وحشانه اكتر. الله يخليك. تحت امرك يا غاليه. الامر لله. عايز اسال عن طريقه الايس كريم بالفانيليا. الفانيليا، بص عندك مكنه؟ لا. طب بص، عشان ما عندناش مكنه نعمل ايه؟ عندنا سهل جدا نعمل ايس كريم من غير مكنه. بجيب عندي كوبايتين لبن بحطهم على النار يغلوا، واجيب عندي اربع اصفر بيض مع نص كوبايه سكر مع شويه فانيليا ومعلقه صغيره من الكاستر باودر. اول ما يغلي اللبن انزل عليه بالبيض الاصفر، بيض والسكر والفانيليا ومعلقه الكاستر، انا حليتهم شويه لبن لحد ما ايه يربط عندي، واسيبه يبرد. بعد ما يبرد خالص بضيف لهم كوبايه كريم شانتيه مخفوقه واقلبهم مع بعض واحطهم في علبه وادخلهم الفريزر. بقى عندك ايس كريم بالفانيليا. عايزاه بالشوكولاته ادي له كاكاو، عايزاه باي طعم تدي له الطعم اللي انت عايزاه. عندي الصوص اثر خالص اهو يا ياسر، بص بقى عامل ازاي قدامك اهو. وعندي اللحمه العصاج استوت كده زي ما انت شايف. تعال اعمل لك بقى الفراخ. احط عندي معلقتين زيت للفراخ عشان احشو الفراخ. كل تفاصيلك قدامك اهو. وانا بعمل حشو الفراخ اجيب صدر فراخ اقطعه شرايح كده يا ياسر، قدامك التفاصيل اقطعه شرايح. كل تفاصيلك قدامك. صدر فراخ واحد اقطعه شرايح زي ما انت عايز. يا جمالك يا جمالك كده قدامك اهو. تعالى زي ما انت شايف التفاصيل. وبعد كده يا عم حسن اشوف اللحمه خلاص يا رخرة. اخد اللحمه عشان احطها فين؟ في القاع بتاعي بتاع الطاجن بتاعي. اللحمه خلاص استوت، اخد كميه على قد واحد شخص لان العلبه دي اديها لابنك او بنتك. اهو افردها كده اهو يا ياسر جوه اهو. كل تفاصيلك اهو، واضغط عليها كده عشان والطاجن تكوني دهناه مع علقه زيت. عندك طاجن فخار مبروك، ما عندكيش اعملي في الالومنيوم زي ما انا بعمل. وبعد كده يا حسن اروح جايه يا جمالك. الفراخ عندي الصلصه جاهزه والمكرونه جاهزه والصلصه جاهزه. بص الصلصه وجمالها، بص قدامك طالعه بتقول لي اهو صلصتك اهي يا جمالك قدامك اهو. ارجع للفراخ، ارجع للفراخ. الفراخ تغير لونها عندي اهو. وانا بعمل الفراخ دي كده كمان اعمل ايه؟ البصل، حشوة البصل. عندي معلقة سمنة احطها، بجيب بصلتين تلاتة حمر اقطعهم شرايح عشان اعمل حشو البصل. عملت لك حشو السجق وحشو اللحمة، وهنا تاني بعمل الفراخ والصلصة بتأثر. ادي قدامك اهو السجق واللحمة في الطاجن بتاع الفخار عشان تخش الفرن واقلبهم وادلعهم. اول ما تسيح عندي، اول ما تسيح عندي كده السمنة بحط لها بصلتين شرايح. قول صباح الفل يا حاج محمد. السلام عليكم يا شيف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا غالي. الله يبارك لك كده ويخليك كده وعلى كل حاجة حلوة بتعملها لنا. صباح الفل يا حاج محمد يا غالي. الله يخليك. أنا بدعي للرئيس وبدعي للشعب الطيب بتاعنا، خلوا بالكم شعبنا يا عظيم مع رئيسنا الحلو اللي واقف جنبنا وعمال يكاف علشاننا. ربنا يسترها عليه وعلى البلد وعلينا جميعا إن شاء الله. يا رب، ويخليه لنا كده وربنا يوفقه ويخلي جيشنا ويخلي شرطتنا ويخلي الدكاتره ويخلي الناس الطيبين اللي بيعملوا خير. اللهم امين، اللهم امين، اللهم امين، اللهم امين. يا رب نداء ورجاء. انا بقول لسيادتك ان احنا بندعي لحبايبنا دول. كل الناس بتدعي للبلد كلها والرئاسه والطاقم الاطباء والجيش والشرطه والشعب المصري، وربنا يعدي الغمه على خير ان شاء الله يا حاج محمد يا غالي. ربنا يديك الصحة يا حاج محمد. بص عندي الفراخ غيرت لونها هنا والبصل يبقى شفاف، حشو البصل. تعال شوف هنا بعد ما الفراخ غيرت لونها كده بعمل ايه؟ بديلها بصلتين كمان. ايه يا عم حسن؟ فص ثوم مكعبات يا جمالك، واحدة واحدة كده مع بعض. وايه عندي؟ قرن فلفل رومي احمر ادلع، واحط له طماطمية مبشورة. كل تفاصيلك كده قدامك. وايه تاني يا عم حسن؟ وشويه ملح قدامك، شويه ملح.
وشويه فلفل وشويه بهار، واروح مدلعه كمان شويه فلفل الوان اخضر واحمر واصفر، ومعلقه صلصه ومعلقه صلصه. يا جمالك يا ياسر، ودخلي كل ده في بعضه، يبقى حشو الفراخ بتاعي في كل حاجه اهو، الوانك قدامك، ودلعي عيالك، كل تفاصيلك قدامك اهو يا ياسر. يا جمالك، ياخد ويدي مع بعض، والصلصه بتقول لك يا تفاصيلها. بص الصلصه اهو قصرت خالص قدامك اهو، بدات وقصرت خالص اهو يا جمالك. البصل بتاعي دبل، بص بقى البصل اهو يا ياسر، البصل دبل كده يا ياسر. تعالى بص يا ياسر، نديله فصين توم مكعبات يا جمالك، فصين توم مكعبات، واديله فلفل رومي اصفر واخضر واحمر، اصفر واخضر واحمر كده، ودلع يا جمالك. وكمان طماطمايه لحم بدون جلد وبدون بذر، وتبله اكتمال عمليه تذوق، شويه ملح وشويه فلفل يا جمالك، واروح جايه مدخله كل ده مع بعضه. يبقى تعملي بحشو فراخ، تعملي بلحمه، تعملي سجق، تعملي ببصل، او تعملي بخضار، او تعملي بجمبري، او بفواكه بحر، او بسمك، زي ما انت عايز. يدبل خالص ده زي ما انت شايف، وادي كمان الحشو بتاعي بتاع الفراخ ياخد ويدي مع بعض، يبقى مفيش حاجه ناقصه، كل تفاصيلك كده كلها قدامك. يبقى عندي المكرونه انسلقت قدامك هي يا ياسر، والصوص قصر، يبقى الاساس عندي ايه يا ياسر؟ المكرونه المسلوقه دي قدامك اهو، المسلوقه الجميله دي وبخارها اهي، والصوص الاحمر ده، ده الاساس. اقدر اعمل الطاجن ده بصلصه ومكرونه بس، احطهم مع بعض واقلبهم واضغطهم، واقدر اعملهم بفراخ، تقدري تعملي بلحمه، بسجق او ببصل، كل ده قدامك اهو. وبعد ما يستوي يا ياسر، ادي السجق قدامك اهو، وادي اللحمه، وهنا الفراخ اهو، وهنا البصل، والاساس صلصه طماطم ومكرونه مسلوقه. بعد الاساس عندي صلصه طماطم متسبكه كده، وكمان مكرونه مسلوقه. وبعد التقديم، وبعد ما تستوي بالفرن وطالعه واقدمها، هعمل لها ايه؟ هعمل لها دقه وهعمل لها شط، هعمل لها دقه وشطه، لكن التريكات والحركات لها ناسها. انتظروني.